السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض شرح منهج تاني اعدادي الترم الاول 2025 من كتاب جيم الاضواء. بنكمل يونت 3 الوحده الثالثه ليسونز 3 اند 4 الدرس الثالث والرابع الجرامر بيج 111 صفحه 111 من كتاب جيم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد، وهتلاقوا كل المنهج شرح وحل التدريبات في قائمه التشغيل في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ونبدأ مع بعض. هنا بيقول لي used to اعتاد ان for regular past habits and routines للعادات الماضية المنتظمة والروتينة. they used to play the piano اعتادوا ان يعزفوا على البيانو. يبقى used to بيجوها المصدر، يعني بنستخدم used to عن حاجات كنا بنعملها في الماضي بس بطلنا. بس ايه بطلنا؟ فورم التكوين في الاثبات used to المصدر، الفعل used to والمصدر. My grandfather used to live in the countryside. اعتاد جدي أن يعيش في الريف. طب النفي didn't used to، الفاعل didn't used to والمصدر. نهى and I، نهى وأنا didn't used to، لم نعتاد go shopping أن نذهب للتسوق. طب السؤال بهل أبدأ بديد did والفاعل used to والمصدر. Did your uncle، هل عمك used to repair، اعتاد أن يصلح his car himself، سيارته بنفسه. الإجابة yes he did في الإثبات نعم، أو no he didn't في النفي لأ. في نوع تاني من الأسئلة اسمه WH أو HO questions، ده بيبدأ بأداة الاستفهام ثم did ثم الفاعل ثم used to ثم المصدر. Where did you used to live، أين اعتدت أن تعيش. I used to live in a village، اعتدت أن أعيش في قرية. لما أكلمك أنت تبقى أنا، طب لو أين اعتدت أن تعيشوا يبقى you بمعنى أنت أو أنتم. لو بكلم شخص واحد يجاوب بأي أنا، لو أنتم يبقى we إحنا. هنا بيقول لي في حاجة اسمها there used to be بمعنى اعتاد أن يوجد. طيب there didn't used to be، هنا اعتاد ألا يوجد. There used to be a big tree here، كان في اعتياد ان في شجره كبيره هنا. There didn't used to be a school in this area، ما كانش في مدرسه هنا في هذه المنطقه. ملحوظه مهمه هنا بيقول لي I used to ride a bike، انا اعتدت ان اركب دراجه. But now I don't، ولكن الان لا. هنا جت اثبات اعتدت ان افعل شيء، لكن دلوقتي هتبقى نفي لا افعل. طبعا بعمل حاجه دلوقتي ما بعملش. He didn't used to have a car، هو لم يعتاد أن يكون لديه سيارة، دي نفي بقى، تبقى هنا إثبات. Now he does، يبقى الإثبات بخليه نفي، النفي بخليه إثبات. هنا اعتاد ولكن الآن لا، هنا لم يعتاد ولكن الآن بالفعل مثلا عمل. طب نلاحظ حاجة تانية، هنا استخدمنا don't أو does عشان إعداد أن يفعل أو ألا يفعل. طب تعال نبص الجملة دي. I used to be poor، اعتدت أن أكون فقير. هنا verb to be، لما أجي بقى أقول now بستخدم برضو verb to be، هنا إثبات تبقى هنا نفي. now I am not، الآن لا، لا أكون. he didn't used to be fat، هو لم يعتاد أن يكون fat but now he is، ولكن الآن هو يكون. يبقى إثبات خليناها نفي ونفي خليناها إثبات، دي أول حاجة. تاني حاجة لو يفعل أقول هو دلوقتي لا يفعل، لو يكون دلوقتي لا يكون. يبقى بنستخدم verb to do أو verb to be على حسب اللي جاي بعد used to، اللي جاي بعد used to. يعني بيقول لي I not use enjoy studying but I do now، يبقى I didn't use to enjoy، لم أعتاد أن أستمتع، didn't use to enjoy بالدراسة ولكن الآن أنا بفعل. there use a supermarket here 10 years ago، there used to be، كان في سوبر ماركت هنا من 10 سنوات، used to be. page 112 صفحة 112. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. we not live in a small village before moving to the city، يبقى we used to، اعتدنا أن نعيش في قرية صغيرة قبل الانتقال للمدينة. رحمة's mother، أم رحمة didn't، هتبقى didn't used to، didn't بيجيبها المصدر. didn't used to work in hospital، لم تعتاد أن تعمل في المستشفى. she used to بيجيبها المصدر، to be fat، يبقى المصدر be. were not your sisters used to go on holiday during the summer، where did والفعل used to والمصدر، نحفظ الصيغة. my grandparents جدي وجدتي didn't used to use mobile phones،
لم يعتادوا أن يستخدموا الموبايلات بطنه، ولكن الآن زي هنا منفية تبقى هنا مثبتة زي دو في المضارع. What did you used to will must learn؟ ماذا اعتدت أن تتعلم at primary school في المدرسة الابتدائية؟ grandfather الجد، grandfather الجد. not to drive a car when he was young، الوحيدة اللي تنفع didn't used to، لم يعتاد أن يسوق سيارة عندما كان صغير. where did your father used to will must، أين اعتاد أبيك أن يعمل؟ where did your father used to live؟ they not have a lot of money but now they are poor، يبقى زي هما زي used to اعتادوا أن يكون لديهم الكثير من المال ولكن الآن هم فقراء. المعنى اختار used to، كان معهم فلوس دلوقتي لأ. سالي not give money to charities but now she does، يبقى سالي didn't used to لم تعتاد أن تعطي مال للمؤسسات الخيرية ولكن الآن هي بتفعل. السؤال الثاني صحح، يقول لي I not used، الأول I didn't use، I didn't use to smoke، لم أعتاد أن أدخن when I was young عندما كنت صغير. they used to be with المصدر تبقى be، they didn't used to المصدر تبقى have. poor children used to go to school but now they do، ولكن الآن بيفعلوا، يبقى هنا didn't used to لم يعتادوا، ما دام هنا نفي تبقى هنا إثبات، ما كانوش بيروحوا المدرسة لكن دلوقتي بيروحوا didn't use to. my uncle used to spend، يبقى used to المصدر، اعتاد أن يقضي أجازة نص السنة في أسوان. what games did you، هتبقى used did والفاعل والمصدر did you use. page 113 صفحة 113 speaking discussing family history، مناقشة تاريخ العائلة، أسئلة مهمة لازم أحفظها وكيفية الإجابة عليها. where did your parents used to live when they were young، أين اعتاد والديك أن يعيشوا عندما كانوا صغار؟ أقول زي عايد على الوالدين، they used to live in Tanta، اعتادوا أن يعيشوا في طنطا. when you were 10، عندما كان عندك 10 سنوات. did you used to live in a different house، هل اعتدت أن تعيش في مكان مختلف أو منزل مختلف؟ yes I did. did you used to have different hobbies، هل اعتدت أن يكون لديك هوايات مختلفة؟ تبقى no I didn't، يبقى did هنا بمعنى هل، الإجابة yes I did أو no I didn't. تمرين على سؤال المحادثة، complete the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية. شريف is talking to Islam، بيكلم إسلام about his past habits، عن العادات السابقة. شريف وإسلام، هنا الشريف بيقول هاي هشام، أهلا يا هشام. what did you used to do، ماذا اعتدت أن تفعل before going to school، قبل الذهاب للمدرسة؟ قال له إجابة، قال له what time did you used to have your breakfast، إمتى كنت بتفطر؟ يبقى أكيد اعتدت أن أفطر كده، قال له إمتى؟ قال له إجابة وقت يعني. سؤال قال له yes I used to have it with my parents، أيوة اعتدت أن أتناوله مع والدي. how did you used to go to school، إزاي اعتدت أن تذهب للمدرسة؟ قال له إجابة، قال له bikes are healthy، يبقى الدراجات صحية، يبقى أكيد بروح بالدراجة. سؤال إجابته I go to school on foot now، بذهب إلى المدرسة سيرا على الأقدام الآن، يبقى لازم نقرأ المحادثة ونفهم فكرتها وبعد كده نحل. يبقى what did you used to do before going to school، هقول I، يو تحول لـ I used to have my breakfast، اعتدت أن أتناول فطاري. طب إمتى what time did you use، يو تحول لـ I، هتبقى I used to have it، اعتدت أن أتناوله مثلا at 7 AM، الساعة 7 الصبح. سؤالي إجابته yes I used to، أشيل yes تبقى did you use to have، دي سؤال بهل، did you use to have it with my، تحول لـ your parents، هل اعتدت أن تتناوله مع والديك؟ قال له أيوه. how did you used to go to school، هقول له by bike، بالدراجة bikes are healthy، الدراجات صحية. سؤال إجابته I go to school on foot now، يبقى how، كيف، هنا بدون إضافات يبقى do، I تحول إلى you. how do you go to school now، إزاي بتروح للمدرسة دلوقتي؟ قال له on foot، سيرا على الأقدام on foot. page 114 صفحة 114 write it right، يعني اكتب بصورة صحيحة. هنا بيقول لي writing tips، نصائح للكتابة، لازم نمزج متنوعة من الجمل، في جمل طويلة وجمل قصيرة، يبقى في تنوع. طيب how to write about past habits، ازاي نكتب عن العادات السابقة؟
أستخدم بعض العبارات. When I was young، عندما كنت صغير في السن. I used to live in، اعتدت أن أعيش في وأقول المكان. I used to، اعتدت أن أعمل كذا. I didn't used to، لم أعتاد أن أعمل كذا. I used to go to، اعتدت أن أذهب إلى وأقول المكان. There used to be، كان في. There didn't used to be، ما كانش فيه. دي حاجات بتسهلي. طب تعالى ناخد كده مثال. What you used or didn't used to do when you were young، ماذا اعتدت أن تفعل وألا تفعل عندما كنت صغير. When I was young، عندما كنت صغير السن. I used to do a lot of things، اعتدت أن أقوم بالكثير من الأشياء. I used to get up early، اعتدت أن أستيقظ باكرا. And go to school، وأن أذهب للمدرسة. When I got home from school، لما وصلت للبيت من المدرسة. I used to do my homework، اعتدت أن أعمل واجبي. I didn't used to help my mom، لم أعتاد أن أساعد أمي. With cooking، في الطبخ. At the weekends، في عطلات نهاية الأسبوع. I used to visit my grandparents، اعتدت أن أزور جدي وجدتي. They used to live in a village، اعتادوا أن يعيشوا في قرية. زير هناك. I used to meet my cousins، اعتدت أن أقابل ولاد عمي. We used to play outside a lot، اعتدنا أن نلعب في الخارج كثيرا. We used to ride bikes، اعتدنا أن نركب دراجات. And have fun، ونستمتع. With each other، my grandma، جدتي. Used to cook delicious food، اعتادت أن تطبخ طعام لذيذ. And my grandpa، وجدي. Used to tell us، اعتاد أن يخبرنا. Funny stories، قصص مضحكة. Life was simpler، الحياة كانت أبسط. And full of play، ومليئة باللعب. I really miss my life، أنا بفتقد حياتي جدا. When I was a kid، عندما كنت إيه طفل. يبقى دي الفكرة. هنا بيقول لي اكتب how to write about someone you are proud of، ازاي تكتب عن شخص فخور بيه. طبعا ده شكل ايميل. هنا تو الى، بكتب هنا ايه؟ عنوان البريد الالكتروني للمرسل اليه، يعني هتبعته لمين؟ عنوان الايميل بتاعه. from يعني من، دي عنوان الراسل. subject هتبقى الموضوع، عنوان الموضوع. يبقى to mona at student.com، لمونا at student.com، from Sarah at student.com. الموضوع someone I am proud of، شخص فخور بيه. هلو مونا، اهلا يا مونا. ثم اقول مقدمه مثلا او ادخل في الموضوع. of all the members in my family، من كل اعضاء عائلتي. نلاحظ ان الايميل الفرق بينه وبين الباراجراف الجزء ده to from subject هلو لو في مقدمه، لكن بعد كده بكتب موضوع عادي خالص. فهنا بتقول من كل أعضاء العائلة في عائلتي. My mother is the person I am proud of. فأنا بكتب باراجراف عن شخص فخور بيه، ممكن أبدأ من أول هنا عادي. أمي الشخص اللي أنا فخور بيها. She is 40، عندها 40 سنة. She looks much younger than her age، تبدو أصغر من سنها. With short hair، وشعر أقصر. And a beautiful face، وجه جميل. She works hard، تعمل بجد. At work، في العمل. She is respected، يتم احترامها. By all of her friends، من كل أصدقائها. She is a useful person، شخص مفيد. In society، في المجتمع. My mother، أمي. Always does the housework well، دايما بتعمل أعمال المنزل بصورة جيدة. She is a very good cook، طباخة جيدة جدا. I really admire her، أنا معجب بيها. For her wonderful dishes، لأطباقها الجميلة، الأكلات بتاعتها يعني. She often spends her free time، غالبا بتقضي وقت فراغها. Cooking delicious dishes، في طبخ الأطباق اللذيذة. For us، لينا. Which makes everyone in my family happy، اللي بتخلي كل واحد في عائلتي سعيد. What's more، وأكتر من كده. My mother، أمي. Is an excellent advisor، هي ناصح ممتاز. I always love her، دايما بحبها. And I will always be proud of her، ودايما بخور فخور بيها، دايما فخور بيها. Write soon سارة، اكتبي لي قريبا يا سارة. ده اسم ايه؟ الراسل، او توقيع ايه؟ الراسل. يبقى دي فكرة الايميل. Page 115، صفحة 115. Test yourself، اختبر نفسك. Unit 3، الوحدة الثالثة. Lessons 3 and 4، الدروس الثالث والرابع. السؤال الأول. Read the following، اقرأ الآتي. Then answer the questions، ثم أجب على الأسئلة. قطع على الأسئلة. The person I admire in my life is my grandfather، الشخص اللي أنا بعجب بيه في حياتي جدي. He was born in 1964، اتولد في عام 1964. He worked as a doctor، عمل كطبيب. He worked in a big hospital، عمل في مستشفى كبيرة. All people there liked him، كل الناس هناك حبته. يبقى هم دي على عايدة ايه؟ الجراندفاذر، الجد. Because he was kind and helpful، لأنه طيب ومساعد.
I admire him. أنا معجب بيه. Admire يقول لي معناها أو عكسها. Because he did voluntary work. لأنه قام بعمل تطوعي. And helped people. وساعد الناس. For no money. بدون مقابل. I like him. بحبه. Because he gave me many presents. لأنه أعطاني الكثير من الهدايا. And helped me a lot. وساعدني كثير. He used to help the poor. اعتاد أن يساعد الفقراء. And give them money. ويعطيهم مال. He always advised me. دايما نصحني. To help people. إن أنا ساعد الناس. All the time. طول الوقت. When he died last year. لما مات السنة اللي فاتت. People were all sad. الناس كلهم كانوا زعلانين. He left all his money. ترك كل ماله. For poor people. للفقراء. And advised us. ونصحنا. To build a hospital. إن إحنا نبني مستشفى. For them. لهم. أسئلة القطع. Answer. أجب. Give a suitable title for the passage. إدي عنوان مناسب للقطع. ممكن أقول the. Person. الشخص. I admire most. لما اكتب عنوان ممكن اخلي الحروف الاولى من كل الكلمات كابيتال ما عدا مثلا ايه حروف الجر. What does the underline pronoun him refer to? هنا هم عايدة على ايه؟ The writer's grand father. يعني ايه؟ جد الكاتب. The writer's grandfather. What do you think of the writer's grandfather? إيه رأيك في جد الكاتب؟ هقول I think he is helpful and kind. هو بيكون مفيد وطيب. ولو اتكلمنا عن الماضي هنخلي بس دي was. He was helpful and kind. السؤال التاني على القطع اختار. The underlined word admire means. كلمة admire معناها ايه؟ love. يعجب او يحب. My grandfather جدي. جدي. Advised me. نصحني. To a. To help people. أساعد الناس. My grandfather جدي. Asked us. طلب مننا. To build an what. نبني ايه؟ A hospital. مستشفى. For poor people. For poor people. الفقراء. السؤال التاني هو سؤال اختياري. An earthquake. الزلزال. Is a natural disaster. كارثة طبيعية. It is a terrible event. حدث فظيع. A volunteer. الشخص المتطوع. Is someone. هو شخص ما. Who works not no money. For no money. يعمل بدون مقابل. To help people. عشان يساعد الناس. A not is an organization. هي منظمة. That help the poor. بتساعد الفقراء. يبقى charity. مؤسسة خيرية. Lungs are parts of the body. الرئتان أجزاء من الجسم. That not air. يبقى take in. بتستنشق الهواء. And help us to breathe. وبتساعدنا نتنفس. You can only open this door. تستطيع فقط أن تفتح هذا الباب. In an emergency. في حالة طوارئ. Such as زي ايه؟ Fire. حريقة مثلا. Fire. Page 116. صفحة 116. Please note a note of the questions you want to ask. Please هنا لو سمحت. Please هنا لو سمحت. Make a note. اعمل نوت من الاسئله اللي انت عايز تسالها. Can you mend this نقط chair؟ ممكن تصلح. Broken chair الكرسي المكسور. دينا نقط used to get up early but now she does. ولكن الان هي بتفعل يبقى لم تعتاد. يبقى didn't used to. نفي يبقى اثبات. I used to be a mother. المصدر تبقى have. منى used to be اعتادت ان تكون lazy كسوله but now ولكن الان she isn't. هي مش كسوله. السؤال التالت صحح. ياسر's grandfather didn't هتبقى used to. didn't بيقولها used to. she هتبقى used to. walk in the park اعتادت ان تمشي فين؟ في الحديقة. when he was young عندما كان صغير. he هتبقى he didn't used to. لم يعتاد ان يكون نوتي شقي. did you used to والمصدر read. هل اعتدت ان تقرأ English stories قصص انجليزية؟ السؤال الرابع اكتب باراجراف عن كيف كانت حياتك. How your life used to be different. ازاي كانت مختلفة. When you were younger عندما كنت أصغر سنا. في صفحة 114 هلاقي فكرة تشبه الباراجراف نكتبه وإن شاء الله قريبا هننزل حل كامل وشرح كامل لطريقة كتابة الباراجراف. Choose اختار. My brother أخي. إذا دكتور هو طبيب. He sometimes sleeps in the hospital. أحيانا بينام في المستشفى. When there is not emergency تبقى health emergency. حالة طوارئ صحية يبقى اسمها a health emergency.
وستريتمنتس بالعلاجات من ايلي تشيلدرن، الكثير من الاطفال المرضى كان ناو ليف نقط لايفز قبل لايفز او الايه هيلثي لايفز، حيوات صحيه. يبقى نحفظ هيلث ايمرجنسي لكن هيلثي لايفز، هيلث ايمرجنسي لكن هيلثي لايفز. السؤال الثاني صحح زي didn't used to بيجيبوها المصدر طبعا was، المصدر بتاع was هتبقى be verb to be. My brother used to be fast، اعتاد اخي ان يكون سريع. But now he، هو ان يكون دلوقتي لا يكون، يبقى isn't. طب ليه مش doesn't؟ doesn't دي لو كان do يفعل شيء فقول doesn't، لكن isn't عشان هنا في be. وكده يبقى خلصنا الدرس الثالث والرابع من يونت 3 منهج تاني اعدادي كتاب جيم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.